أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه آيات كريمات نزلت بشأن صوم رمضان وفرضيته. الله تبارك وتعالى لما بين فرضية شهر رمضان وبين أحكام أهل الأعذار فيه من حيث المرض ومن حيث السفر ومن حيث العجز، وهو الشيخ والشيخة إذا بلغ مبلغا كبيرا من السن بحيث لا يستطيعان أن يصوما، فعليهما أن يفديا ويفطرا. لما بين الله تبارك وتعالى هذه الأحكام المفصلة في بداية الآيات ثناها بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا بمثابة تفصيل لما أجمل من الصيام، لأن لقائل أن يقول: لماذا خص شهر رمضان بالذات دون سائر الشهور بالصيام؟ الله تبارك وتعالى بين الحكمة من صوم شهر رمضان خاصة، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لما كان القرآن العظيم هو أفضل الكتب قاطبة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وأفضل الرسل كذلك كلهم، فكذلك الشهر الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه هذا القرآن العظيم على هذا النبي العظيم، كذلك يصبح هذا الشهر معظما، لأن القرآن عظيم والنبي عظيم، فكذلك الشهر الذي أنزل فيه القرآن العظيم فكذلك يناله شرف التعظيم. فمن هنا رمضان أصبح معظما لا لشيء إلا لأن القرآن الكريم أنزل فيه، وإلا معروف كان الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل قد عاش
يعني دهرا غير يسير وهو في الجاهلية، ولم يثبت عنهم أنهم كانوا يعظمون هذا الشهر، ما كانوش يعظموا شهر رمضان، وإنما كانوا يعظمون أشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وكذلك رجب. هذه أربعة حرم كان أهل الجاهلية يعظمونها، لأن الله تبارك وتعالى عظمها، وكذلك إبراهيم عليه السلام عظمها، فهم كانوا تارة يتبعون إبراهيم عليه السلام وتارة يتبعون أهواءهم. أما في تعظيمهم لهذه الشهور الأربعة المحرمة فكانوا يعتبرون ذلك تأسيا بإبراهيم عليه السلام، ولم يثبت عن العرب في الجاهلية أنهم كانوا يعظمون شهر رمضان، وإنما شهر رمضان ناله التعظيم من عند الله تبارك وتعالى بعد نزول القرآن فيه. إذن الله تبارك وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومعنى أنزل ما هوش أن القرآن كله قد أنزل في شهر رمضان، وإنما بداية نزول القرآن كانت في رمضان، كانت في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. إذن القرآن بدأ نزوله في ليلة القدر في شهر رمضان بالآيات التي يقول الله تبارك وتعالى فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذه الآيات الكريمات بإجماع أهل التفسير والتأويل أنها أول ما أنزل من القرآن، وكان ذلك في ليلة القدر في شهر رمضان. وقال بعضهم أن القرآن معنى أنزل فيه القرآن يعني أن القرآن كله نزل من بيت العزة عند الله تبارك وتعالى في السماوات العلى، نزل من بيت العزة دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ومن هناك أصبح يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا على حسب الوقائع والحوادث. ولكن هذا كلام مردود، كلام هذا غير صحيح، وإنما القرآن كان الله تبارك وتعالى ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في مدة قد تزيد على 23 سنة. هذه المدة هذه كلها هي التي أنزل الله تبارك وتعالى فيها القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما البداية فكانت في شهر رمضان في ليلة القدر بقوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن انتبهنا على أن هذا الشهر الذي هو رمضان ناله التكريم وناله التعظيم من الله تبارك وتعالى بشأن القرآن العظيم، وإلا هذا الشهر لم يكن في الجاهلية ولم يكن في يعني الدهور الأولى أنه كان معظما، بل لم ينله التعظيم إلا بعد أن نزل القرآن الكريم فيه. إذن الله تبارك وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الذي شهد الشهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال في رواية أخرى كذلك صحيحة لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو كما قال.
إذن هذا يثبت على أن يتعين في حق كل أحد إذا رأى الهلال أن يصوم. فمن شهد منكم الشهر يعني الهلال فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا الله تبارك وتعالى كذلك يخرج أهل السفر ويخرج أهل المرض بأنهم لا يصومون، وإنما في حالة ما إذا جلسوا وفي حالة ما إذا شفوا من أمراضهم فكذلك عليهم أن يقضوا الأيام التي أفطروا فيها. الله تبارك وتعالى بعد أن يبين أحكام الصيام والصيام يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لأن بعض الناس يقول لك: لماذا حرمنا منها من أكل بهذا الشهر بالذات؟ هل الله تبارك وتعالى يتعبدنا بالجوع وبالعطش؟ حاشا لله. هذا الله تبارك وتعالى هو الذي أجاب عن هذه المشكلة وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني هذا الصيام الذي أنتم تصومونه هذا ليس يعني مشقة لكم، ولا يريد الله تبارك وتعالى أن يدخل عليكم الحرج أو المشقة، وإنما يريد أن يدخل عليكم اليسر. وإنما هذا الشهر يا إخواني الكرام بمثابة ضوابط شرعية للمؤمن، لأن المؤمن الله تبارك وتعالى يجعل له ضوابط. الضوابط هذه قد تكون مثلا في الصلاة، قد تكون في الصيام، قد تكون في الحج، قد تكون في الزكاة وغيرها. أن الله تبارك وتعالى لم يترك هذا الإنسان هملا، وإنما قيده بضوابط. الضوابط هذه تعود على الفرد المسلم بالنفع العميم. لماذا؟ حتى لا يعيش حياته هكذا مسيبا مثله مثل الحيوان. يقول لك: عبدي لك السنة كلها لك أن تأكل وتشرب فيها إلا شهر رمضان. هناك ضابط يضبطك فتقف عند حدود الله تبارك وتعالى، فتلك الوقفة التي تقفها أمام حدود الله تبارك وتعالى فتلك الوقفة هي التي ترفعك إلى السماوات العلى وتزيد درجتك عند الله. لماذا؟ لأنك راك تأكل تأكل تأكل، جوع النهار جوع الشرق لك حبس ما زيش تأكل هنا كيف؟ إذن من لما أنت إذا توقفت فقد أذعنت إلى الله تبارك وتعالى، فقد استجبت إلى أوامر الله تبارك وتعالى. والذي لم يقف عن الأكل وعن الشرب بالتالي فقد تحدى حدود الله وتعدى حدود الله ولم يذعن لأوامر الله، وبالتالي يكون خارجا عن طاعة الله تبارك وتعالى. إذن هذا الصيام الله تبارك وتعالى قد جعله ضابط لهذا الإنسان، يأكل ويشرب حتى يأتيك الأمر من عند الله توقف، ولم يأتيك الأمر من عند الناس من عند فلان أو فلان أو جدك أو أبوك أو الجماعة، وإنما جاءك الأمر من عند الله هذا الشهر شهر صيام أن تتوقف. فإذا توقفت فالله تبارك وتعالى يجزي لك الثواب العظيم لأنك امتثلت إلى أوامر الله تبارك وتعالى. وهذه كل العبادات فيها ضوابط. أنت تعالى إلى الصلاة، فالله تبارك وتعالى جعلنا أوقاتنا في أيدينا. أنت تبيع أو تشتري أو تدرس أو شيء، ولكن إذا سمعت المؤذن الله أكبر جاءتك الضوابط، توقف عما أنت فيه وتعالى لكي تؤدي أمر الله تبارك وتعالى الذي يناديك
حي على الفلاح، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. هذه كذلك بالنسبة لأوقات المسلم في اليوم والليلة، فقد تأتيك ظروف وأوقات للصلاة، هذه كذلك تكون بمثابة ضوابط في لحظات المؤمن وساعاته. فلا ينطلق هكذا هملا في الأكل أو الشراب أو النوم أو العمل، لا ضابط ولا أحد يناديه إلى الله. وكذلك يمر عليك فترة في السنة، هنا كيف حياتك كلها راك يعني ملك لك، ولكن يأتيك عام يقول لك الله تبارك وتعالى: تعالى إلى الحج، تعالى إلى العمرة لكي تؤدي فرضك. فليس العمر كله لك، وإنما لك سنة فعليك أن تحج فيها. فكذلك أنت أيها المسلم تخرج سنة من عمرك تذهب بها لأداء الحج والعمرة، فبالتالي تكون كذلك بمثابة ضوابط تدخل على عمرك أيها المؤمن. بالنسبة للمال كذلك، يقول لك الإسلام: لك مالك كله لك أيها المؤمن، ولكن أخرج منه الزكاة التي افترضها الله تبارك وتعالى. فلما تخرج زكاة مالك من مالك بطيب نفس منك وتعطيها إلى الفقراء والمساكين وإلى أهلها، فبالتالي فقد جعلت لمالك ضابطا، هذا لله وهذا لنفسك وأهلك. أما أن يجمع الإنسان جميع الأموال من هنا وهنا ولا يخرجها، هذا بمثابة الإنسان يعيش العام كامل ويأكل ويشرب ما يعرف لا رمضان ولا أفطار. هكذاك المال جمع كل شيء ودس وقول أنا ما عندي علاقة لا بالزكاة ولا غيره، نفس الشيء. كل حاجة الله تبارك وتعالى جعل لها ضوابط، والزكاة هي ضابط المال، والحج هو ضابط عمرك أيها الإنسان، والصلاة هي ضابط أيامك ولياليك أيها المسلم، ورمضان هو ضابط عامك أيها المسلم. إذن هكذا نعرف أن الشرائع التي تعبدنا الله تبارك وتعالى جاءت بمثابة ضوابط. ولبعض الناس ما يفهمش معنى الضوابط، يقول لك: الشيخ إيش معنى الضوابط هذه؟ نفهمه ونقول له: الضوابط ما مثلها إلا كمثل الكوابح التي تكون في السيارة. فهمنا؟ سيارة جاهزة مخدومة تمشي تنوض، ولكن واحد يقول لك: قبل ما يهمني المحرك واش يهمك؟ يهمك الفرانات، صح ولا لا؟ وإلا تنوض تهمل بيك رحت. يقول لك: أنا قبل ما يهمني ناض ولا مناشي نشوف الفرنات لا يحكمه ولا لا. إذن هذه العبادة هي الفرنات تاعك يا المؤمن، ما تعيش هامل مثل البهيمة، تأكل تشرب الوقت ما يهمك لا صلاة ولا عبادة ولا صيام ولا حج ولا زكاة. هذا الإنسان يمشي بدون كوابح، يمشي كما تقولوا انتما 100 في الساعة ولكن بلا فرنات. من كيف سرعان ما يدخل في حادث والعياذ بالله فيزهق نفسه أو يزهق الآخرين معه. ولكن المؤمن تكون له هذه العبادات بمثابة كوابح وبمثابة ضوابط، تضبط له الأيام وتضبط لياليه وتضبط له الأعمال. من كيف هذه الله تبارك وتعالى يرغب فيها نعملها، وهذه لا يرغب فيها لا نعملها، وهذه الله تبارك وتعالى أمر بها نعملها، وهذه نهى عنها نبتعد عنها. هنا كيف هكذا يكون المسلم يعني يعيش في وسط، ولكن كله يعني يعيش بأمر الله. من فضلك اقلب الشريط. هكذا
هكذا يكون المسلم يعني يعيش في وسط، ولكن كله يعني يعيش بأمر الله، لا يقوم إلا بأمر الله ولا يجلس إلا بأمر الله، يصبح كما قال العلماء يصبح عبدا ربانيا، يأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى الله عنه، ويصبح يدخل في الآية العظيمة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. إذا تصبح عبدا ربانيا حياتك ومماتك ونسكك، يعني النسك يعني جميع عمل بر، الصيام نسك والصلاة نسك والحج نسك والعمرة نسك والزكاة نسك وفعل البر نسك، يعني النسك هي أعمال البر قاطبة. هذه كلها لله. إذا تصبح أيها المؤمن تصبح عبدا ربانيا، تأتمر بأمر الله تبارك وتعالى وتنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ولا تعيش في الدنيا هذه هملا كما تعيش البهائم بغير ضوابط وبغير كوابح، بينما المؤمن دائما عليه أن يعيش وفق مناهج الله تبارك وتعالى، فلا يفعل شيئا حتى يستحضر دليله ويستحضر أمره من الله تبارك وتعالى. هل هذا الفعل يرضى الله تبارك وتعالى عنه ورسوله أم لا؟ هل هذا الفعل نهى الله تبارك وتعالى عنه ورسوله أم لا؟ فإذا وجدناه أن الله تبارك وتعالى أحبه وأمر به نفعله، وإذا علمنا أن الله تبارك وتعالى نهى عنه نبتعد عنه. إذن هكذا، فما على المؤمن إلا أن يعيش وفق منهاج الله تبارك وتعالى، فإذا عاش وفق منهاج الله تبارك وتعالى فلا يخاف على نفسه ظلما ولا هضما، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالإنسان إذا عاش على منهاج الله في الدنيا يعيش مكرما لا بأس ولا ضير عليه، وكذلك في الآخرة يبعث مع النبيين ومع الصديقين الذين كانوا دائما يعيشون على منهاج الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذا الشهر الذي افترضه علينا هو كضابط لحياتنا، وليس عسرا علينا وليس مشقة علينا، لأن الله تبارك وتعالى كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الله أرحم بعبده من أمه. الله تبارك وتعالى يرحمنا أيها المسلمين، يرحمنا أكثر مما ترحمنا أمهاتنا. هنا كيف؟ الله تبارك وتعالى يرحمك أيها العبد الضعيف أكثر مما ترحمك أمك. من كيف؟ أكثر مما ترحمك يماك ربي يرحمك. من كيف؟ إذا نحن لما نشوف هذا الشهر هذا ما يقولش واحد أو تعبنا ربي ولا عذبنا، لأن الله تبارك وتعالى قل: ما يفعل الله بعذابكم. الله تبارك وتعالى ليس له فائدة ولا يستفيد شيئا من عذابنا، وإنما هذا الشهر جعله لنا ضابطا، وإذا لم يكن في هذا الشهر إلا أن الحسنات فيه تتضاعف، وعلى أن الجنة فيه تتفتح، وعلى أن النار فيه تغلق، وعلى أن الجن تصفد، كفى هذا الشهر فخرا، لأن هذا الشهر الله تبارك وتعالى يكرم عباده كرما عظيما، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: الشقي كل شقي من مر عليه رمضان ولم تغفر ذنوبه.
الإنسان إذا مر عليه شهر رمضان ولم تغفر ذنوبه فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شقاوة هذا الإنسان، لأنه قد أتته فرصة عظيمة وتطهير عظيم فلم ينتهز هذه الفرصة وضيعها في القيل والقال وفي الكلام الفاضي وفي العبث وفي السهرات الماجنة وفي الذهاب والعياب وقضاء الأوقات في غير محلها، فهذا قد قضى صيامه ولكن لا فائدة ترجى من صيامه، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. انتبهوا جيدا يا إخواني الكرام، وإنها لمصيبة كبرى هذه التي يعيشها الكثير منا. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. شحال من واحد راه صايم ولكن ما عنده حتى فايدة من صيامه غير أنه نهار كامل وجعان وعطشان، برك كاش غلى مول الجوع والعطش ما كان حتى فايدة، يعني ما كان حتى حسنات، راه عطشان وراه جيعان ولكن لسانه راه باللغو بالفسق وبالفجور والذهاب والعياب والمقاهي والمسارح والعياذ بالله والأشياء الغير مباحة. إذن هذا واش نال من الصيام نتاعو؟ لم ينل إلا الجوع والعطش. من كيف؟ والشرع يا إخواني الكرام لم يريد منا أن نكون عطشا أو نكون جوعا، وإنما الشرع يريد منا أن نكون في رفعة من أمرنا وأن نكون في ثواب عظيم في هذا الشهر، بحيث الله تبارك وتعالى الجنة يحلها والنار يغلقها، يعني يقول لك خلاص ما تدخلش للنار، هاي الجنة مفتوحة اللي يبغى يدخل. من هذه فرصة في شهر رمضان، فرصة جهنم راهي مغلوقة باللي ما تدخلش، كون هاني باللي ما تدخلش، غير كون راجل وفارس يلا، فهمنا كيف؟ وكذلك الجنة راهي مفتوحة يلا تعالى، فهمنا كيف؟ إذن هذه الله تبارك وتعالى جعلها في كل سنة فرصة للمؤمنين، للأتقياء الأنقياء الذين يراقبون الله تبارك وتعالى أن يرجعوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى فيبادروا بالأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله وبالتالي تقربهم إلى الجنة وتبعدهم من النار، فهمنا كيف؟ لأن رمضان الله تبارك وتعالى يفتح فيه الجنة ويقول لك يلا أعمل عمل الجنة، رايم الجنة مفتوحة راي تستنى فيه، والنار راي مغلقة ما تخاش تأكلك، فهمنا كيف؟ بينما في سائر الأيام الجنة والنار مفتوحة والجنة مغلقة، بينما في شهر رمضان الجنة مفتحة والنار مغلقة، فلا تخاف على نفسك أيها المؤمن من النار، وإنما عليك أن تقبل إلى الجنة، لأن هذا الشهر شهر عظيم والله تبارك وتعالى ينزل فيه من الرحمات ومن الغفران ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن في رمضان يكون لله تبارك وتعالى فيه عتقاء من النار، الله تبارك وتعالى في كل شهر رمضان يعتق أمة من أمم الإسلامية، يعتقها من النار، يعني يخرجها من النار، مصيرها يكون رايح للنار يخرجها ويديرها في الجنة. إذن أنت أيها المسلم هذه فرصة لك فلا تضيعها، وعليك أن تحرص كل الحرص على أن تغتنم من هذا الشهر العظيم، فبالتالي تكون من أهل الجنة وتكون من أصحاب الجنة إن شاء الله، وتكون بعيدا عن النار وعن أهلها. إذن الله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الشهر الله تبارك وتعالى فرضه يسرا لنا،
وزيادة وفضلا في الدرجات والحسنات، ولم يفرضه علينا للمشقة أو التعب، لأن الله تبارك وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم وأرحم بهم من أمهاتهم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم سائرا في طريقه، وإذا هناك يعني طائرة عصفور صغير جالس على بيضه أو على أفراخه، فجاء أحد من الصحابة فأخذ هذه الأفراخ وذهب بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. مر الصحابة على عش انت عصاه شجر، سافق أولادها بحضنا على أولادها، رفدها واحد من الصحابة في العش وداها درها في كم وهكذا وداها للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله شوف ما حبتش الطير هي على أولادها، جالسة مع أولادها ما بغتش الطير. الرسول صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه كان دائما ينتهز الفرصة لأصحابه يعلمهم، فتعجب الصحابة كلهم وجاءوا ولفوا حول هذه العصفورة الصغيرة هي وأبنائها، وأصبحوا يتعجبون من رحمتها لعصافيرها. بدأوا يتعجبوا يقولوا عجيب كيفاش يعني حافظ على أولادها وما بغاتش تطير وجالسة مع أولادها. الرسول عصم دار لهم درس، قال لهم أعجبتم من أم الأفراخ بأفراخها؟ قال لهم تعجبتم من هذه العصفورة بالأفراخ تاعها؟ تعجبتم؟ قال لهم الله أرحم بعبده من هذه بأفراخها. قال لهم ربي يرحمكم أكثر ما هذه ترحم الزعزوة واشتوحة. إلى هذه العصفورة يمحظنا العصافير تاعها وانتم تعجبتم منها، ربي سبحانه الرحمة تاعه أكثر من هذه. ويكفيك أن الله تبارك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أنه لما عرج به إلى السماوات العلى وجد مكتوبا تحت العرش، القى الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب تحت العرش، مكتوب ماذا مكتوب يا إخواني الكرام انتبهوا جيدا، مكتوب سبقت رحمتي غضبي. شوفوا واش كتب ربي سبحانه في العرش تاعه، سبقت رحمتي غضبي، يعني لو كان الغضب تاع ربي سبق رحمته حتى واحد منا ما يسلك، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولكن رحمة الله مكتوبة سبقت رحمتي غضبي، يعني الرحمة تاع ربي هي اللي تغلب الغضب تاعه. ونقولوا يعني حديث ونزيد إن شاء الله نقصر بمسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى لما خلق الرحمة، انتبهوا جيدا، لما خلق الرحمة خلق 100 رحمة، لما خلق الرحمة عنده في العزل خلق 100 رحمة حتى يرحم بها عباده الرحماء. سمعتوا ربي خلق 100 رحمة، نزل واحدة قال يلا هذه لكم انتوما وللبهايم وللدواب والعصافير، الدنيا كلها تمشي برحمة واحدة، وخلى عنده 99 رحمة رام خبيها عنده. ماذا يرحم بها؟ يرحم بها عباده الرحماء المؤمنين. من كيف؟ وكذلك خلق النار، خلق النار 70 جزءا، فأنزل إلى مخلوقاته جزءا واحدا وترك عنده 69 جزءا، أخلق النار 70 جزء، فهمنا؟ بينما الرحمة خلقها 100 جزء والنار خلقها 70 جزء كما ثبت في الحديث الصحيح. نزل النار جزء واحد قال هذا طيبوا به وشعلوا به وديروا به كل شيء وذوبوا به الحديد، من كيف؟ كل شيء، هذا الشيء اللي رانا في الدنيا هذه جزء واحد من النار التي خلقها الله تبارك وتعالى، وترك عنده 69 جزءا لكي يعذب بها عباده والعياذ بالله الظالمين الكفار الفجرة وهكذا. إذن الله تبارك وتعالى مهما يكون فرحمته قريبة من المؤمنين، ورحمته قريب من المؤمنين، ورحمته لا ينالها إلا الرحماء من عبادهم من عباده. الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلني وإياكم من الرحماء الذين تشملهم رحمة الله.
الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وأن يجعلني وإياكم من العتقاء من النار، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع صلاتنا. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إعلان يا إخواني الكرام، السبت الجاي إن شاء الله، السبت الجاي إن شاء الله فيه عندنا مشروع اختتان في المسجد، مسجد الإصلاح، فمن يعني أراد أن يختتن أحد أبنائه أو يرى ضعفة من جيرانه فما عليه إلا أن يتقدم إلى هذا المسجد أو ذاك لكي يسجل أسماء الأولاد المطلوب اختتانهم إن شاء الله. وهذا مشروع خيري يعني لجميع المسلمين، ليس للضعفاء فقط وإنما لجميع المسلمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول لك أخت تسأل: ما حكم المرأة التي تعطل بالحبوب حتى تدرك شهر رمضان وتصوم مع المسلمين؟ امرأة عطلت العادة بتاعها بالحبوب هذه لمنع الحمل حتى تصوم مع الناس، لما تصوم مع الناس وتكبر رمضان جهة عادتها هذه فلا بأس عليها، وقد أفتى بهذا هيئة كبار العلماء بمكة وعلى رأسهم الشيخ بن باز رحمه يعني الله تبارك وتعالى يطيل عمره، وكنا حاضرون معه لما أفتى هذه الفتوى أنها يجوز للمرأة أن تشرب الحبوب لكي تعطل هذه العادة حتى تصوم مع المسلمين، حتى تصوم مع المسلمين ما فيها باس، تعطل هذه العادة حتى تكون يعني مستانسة مع الناس وتصوم رمضان كما الناس، حتى بعدين لأن بعض الناس بعض النساء إذا ما صامتش مع المسلمين مع الناس وبعدين تبدلني في رمضان هذا قد اليوم غدوة غير غدوة اليوم غدوة حتى يدركها العام الآخر وهي ما صامتش، لذلك ما فيها باس باش تعطل العادة هذه وتصوم مع الناس حتى الله تبارك وتعالى تكون لها يعني داخلة في مجموع المسلمين إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.